تجد كثير من الناس يدخل ينام يظبط المنبه بتاعه الساعه كام؟ على الساعه 7. طب والفجر يقول لك لما اصحى هصلي، ما كده هتكون خرج وقت الايه؟ خرج وقت الصلاه. هذه مصيبه. او النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا رجل كان ينام عن الصلاه الايه؟ ينام عن الصلاه المكتوبه، متعمد النوم، متعمد ان هو ينام ويضيع الايه؟ يضيع الصلاه، لم يقض باي سبب من الاسباب حتى يستيقظ. مصيبه. ادع عقوبته ايه؟ يقوم رجل على راسه بصخره فيضربه على راسه حتى تتكسر راسه. بسبب ايه؟ بسبب ان هو كان بيتعمد ان هو ينام ويضيع الايه؟ يضيع الصلاه. اهو ده شخص ضيع الصلاه مع الايه؟ مع التفريط. بخلاف واحد تاني مش مفرط، وده اللي احنا هنتكلم عنه كمان شويه. واحد تاني دخل ينام وبعدين عنده شغل الساعه كام؟ الساعه 8 الصبح. الفجر باذن الساعه كام؟ باذن الساعه 4:30. فهو ظبط المنبه من الساعه 4، 4:05، 4:10، 4:15، 4:15، 4:30، 4:30، 4:05. عامل 90 منبه، صح الشارع كله من حرصه على ايه؟ على ان يستيقظ لصلاه الفجر فيصليها ثم ينام، او ما ينامش ده براحته. المهم ان هو ايه؟ خد بالاسباب ان هو ايه؟ ان هو يستيقظ لصلاه الفجر، ومع ذلك لم يستيقظ، وما صحاش الا الساعه كام؟ الا على الشغل بتاعه. السؤال، هذا الرجل نام عن الصلاه ولا ما نامش؟ نام، صح؟ لكن مع التفريط ولا مع عدم التفريط؟ مع عدم التفريط، فهذا لا يؤاخذ بهذا النوم.